انا من البداية على فكرة الستينج اري هو الاوتبوت اللي طلع معي، طبعا هذا تكملة للفيديو اللي قبل. الاس تي ار اري هو الاوتبوت اللي طلع معي، اللي هو هذا. انا من البداية عارفين المنظر وكيف، ومن البداية عارفين انه هي كلها سبيسات. طبعا هون من البداية انا عارفين انه انا بحاجة لشيء حجمه قد حجم النوتس اللي هون، او بالاحرى النوت اري اللي هون. فانا بالحقيقة انا كنت احسن لي اني اعمل مثلا، او منطقيا اكثر احلى اني اعمل امتي اري، ولكن عنده دايمنشن، عنده دايمنشن مثلا نفس الدايمنشن تاعها او نفس الشيب. هلا في فرق بين الدايمنشن والشيب، بعدين بنحكي فيهم منا معه. ولكن هون ما بعرف، انا لقيتها كتير شغله حلوه اني اعمل، بس ما بعرف اذا بتعرف، اذا بتعمل بعرف هيك امتي هيك، اذا بتعمل امتي بدك تستخدم هون امتي. وبفتكر انه بيمشي الحال، حتى نجرب نفس كيف. لا الامتي بدها هذا الاس تي ار اري هون في عنده مشكله فيها، عم يقول لك الدايمنشن منه ظابط. فهون بدك اذا بتقول له دوت شيب بتقدر يمشي الحال. لا ما مشي الحال. ما بعرف، ما بدي فوت بالهيدا، بس انا اللي قصدي اقول شغله انه انا ما بيهمني بصراحه المحتوى تاع الاس تي ار اري. حتى انا لاحظ كنت عم قارن مع النوت اري انه امتى عم تكون اكبر من 4 واصغر من 4. اوكي، بس حبيت الفت نظر لهالموضوع هذا، بس حبيت الفت نظر لهالموضوع هذا انه انا من البدايه قصدي اقول انا كنت بحاجه للاس تي ار اري، انا كنت بحاجه لشيء عنده نفس حجم الاري، عنده نفس حجم النوت اري، وما كان بهمني ابدا المحتوى تاعه. هلا ثابت انا عملتها بشكل انه المحتوى كمان كان هو ذاته، لانه هون اذا 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 بتقول له هون برنت الاس تي ار، كنت انا مسميها اري مش ليست. اوكي، هي 01033 كلاس نمباي دوت اندي اري، مسابع انه المحتوى 010333 هو ذاته هذا 010333، يعني هو ذاته تاع النوتس اري. يعني هون اذا بتقول له برنت نوتس، اوبس نوتس اري، هي نفس المحتوى، بس الفرق انه هذا كان انت وهذا سترينج. فانا ما بيهمني ابدا المحتوى، هذا المحتوى كليا انا بدي اطغى عليه، بدي اعمله اوفر رايت فوقه. بس هيك، بس حبيت الفت نظر لهالموضوع، ليك هاي التقنيات ليش عم بشدد على الموضوع؟ لانه يعني هاي التقنيات بدنا نستعملها كثير بعتقد. هيدا اسلوب، هيدا نوع من الفلترينج، هيدا فلترينج واوفر رايدنج. وهيدا الاس تي ار اري بيجي واحد بيتلبك بيقول طيب انا شو بدي احط بقلبها؟ كيف بدي اعملها عندها نفس الحجم وهيك؟ احلى شيء لا تعمل نفس الحجم، خدها هي ذاتها. استخدم وحدة بقلبها، اعمل اري لوحدة. اوكي، حتى على فكرة كان في اعمل اري من النوتس، ما ضروري تكون اري من اري، يعني اري من اري، لا فيك اري من ليست، بعتقد حتكون نفس الخبرية، هي ذاتها ما تغير شيء. اوكي، يعني مثل ما عملت هذا النوتس اري، كانت هي اري للنوتس، وانا فعليا هون كان بدي اياها تكون ارقام فعليا، لانه انا فعليا هون كنت عم قارنها بأربعة، عم قارن أكبر من 4، كمان هي يمكن ما كتير شددنا عليها، بس ما وقفت عليها كتير أنا. بس النوتس أري أكبر من 4، يعني كأن هو بيعملها بأسلوب إنه element by element جوا بيصير بقارنهم أكبر من 4، بس هي الفكرة اللي بدي أقولها، يمكن ما قلتها بهداك الفيديو. element by element بيرد، أو بيرد لك مثل ما شفنا array بنفس الحجم، array بنفس حجم هاي كلياتها true و false. فهذا الاري نوتس مثل هاي الاري نوتس اللي هون، يعني نفس الحجم. وان كنت انا من البدايه هيدي ما كان عندي ابدا اي نيه اني اغيرها، وما غيرتها حقيقه، وما لي شغل فيها اني اغيرها، ولكن هاي كان عندي نيه من البدايه اني اغيرها وقد غيرتها. اوكي، بس هذا اللي بدي اقوله، هذا اللي بدي اقوله. قد يكون هو ذكي لدرجه حتى اذا بحط له حتى هون اس تي ار اري، يا ترى هو هون انت عم تقارن سترينج مع ارقام، فما بعرف اذا يكون ذكي لدرجه انه بيحول هيدا السترينج لرقم ويصير بقارن رقم مع رقم.
بس طبعا كاست انه مثل هيدا ما بعرف، انا بس عم بتسلى. لا والله ما زبطت معه، بيقول لك not supported بين بين int اللي هو اكبر من 4 instances of، يعني ما زبطت معه لانه انت صارت string مع رقم ما بتزبط معه، فنحن بحاجة ل نوتس. اوكي مش الحال، هذا الاوتبوت شو بدك فيه؟ هذا الاوتبوت بالحقيقة هو اخر سطر عم بيجي بيرد لك اياه، هو عارفين انه هيدا الليست هيدا حكيناها بهداك الفيديو، يعني ما كان عم بيرد لك التي ما رد، لانه هون اذا بتعمل اساينمنت بجوبيتر ما بيطلع لك الاوتبوت. هاك الاحوال، وهيدا كل شيء بالتوفيق. خليني شفت امل فيهم، انا بس فكرتين انا كنت عم ركز عليهم، اذا في سؤال بقول لي. اوكي يلا باي.